اللي قيل انها اول انتخابات رئاسيه تعدديه وبتاع، طبعا كان فيها مرشح وحيد ويعني محللين. يعني انما اول مره بنشوف انتخابات تعدديه، ده موجود في العالم كله، موجود اقصى منه. يعني دايما حتى في الانتخابات الامريكيه حضرتك عارفه طبعا ان لا بس اتهام مرشح بالقتل دي ان حد اتهم ان في عناصر لا دي جديده انه مرشح يتهم مرشح تاني انه ارتكب جريمه قتل او متهم بتعذيب. يعني في اتهامات، عشان كده انا بقول معركه شرسه. لا طبعا لا انا قصدي التراشق بالاتهامات، انما على المستوى ده يعني ده عايز اقول ايه، ده يعني البهارات المصريه. لكن على كل حال البينة على من ادعى، هو اذا البينة دايما على من ادعى. يعني ممكن نشوف تحتاج من اي مرشح انه يظهر. يعني مشكلة اللي هو عمر سليمان انه يبدو انه صورة رجل غامض، حتى لما خرج يعني افتكر في الفترة اللي هو نائب رئيس الجمهورية لقاء مع رؤساء التحرير، ثم البيان اللي قاله بعد ما الرئيس السابق فوضه بسلطاته، ثم البيان التنحي الشهير اللي القاه نائب رئيس الجمهوريه السابق. ظهوره ما كانش موجود خالص على الساحه الاعلاميه، غير ظهور كل الشخصيات الاخرى. لا هناك اسئله كثيره، سواء الاتهامات الموجهه اليه او اسئله من الشعب، يعني عن مواقف ليه عايزين نساله عليها. اتمنى كل المرشحين يطلعوا في مناظرات قدام الراي العام. هو بقى ده اللي عايزين نتكلم فيه، ان المرشحين للرئاسه في اي دوله في العالم، الدول اللي فيها ديمقراطيه، بيقعدوا قدام بعض اساسا. ممكن لو مترشحين سته اللي هم في المقدمه بيقفوا مع بعض في ستيج واحد، وحد اعلامي كده محترم زي الاستاذ ياسر يسالهم اسئله يكون الشعب متفق عليها، ويشوفوا كل واحد اجابته ايه. وبعدين بعد كده بتحصل تصفيه، بيفضلوا اثنين في الاخر، برضو الاثنين دول بيقعدوا قصاد بعض. لكن انا شايفه ان المرشحين في منهم بيتعاملوا كانهم اصبحوا رؤساء بالفعل. لا المأساة الحقيقيه ان احنا ومفيش شفافيه، مفيش برامج اساسا. انا هنتخب يعني انا ما اسمعش الحقيقه، يعني ان حد بيتكلم هيعمل ايه ل 60% من الشعب اللي تحت خط الفقر وباي وسيله. كله بيقول اصلاح كذا ومحدود الدخل وكلام عمومي. لا الحقيقه الدكتور ابو فتوح طلع برنامج، بس طلع برنامج وبرنامج مهم، وقال ذكر اسماء الاشخاص اللي هيشاركوه في هذا البرنامج. تمام. وده شيء، وطلع ارقام وانا ناقشته في بعض الارقاب. طب حضرتك قول لي ناقشته. انا قريت البلكان عندنا في الندوه فيما يتعلق هو الاول من تقدم بما يمكن ان نسميه برنامج. ايوه صحيح. لكن انا طبعا بأتمنى ان البرنامج فيه اشياء اخرى بتحصل بين تحقيق دخل 100 مليار من 5.4 مليار سنويا الى 100 مليار سنويا. السويس. ايوه مش كده، مش على مشروع قناه السويس ولا لا؟ قال هيحقق دخل 100 مليار ده المشروع دولار بدلا من 5.4 سنويا قناه السويس. والمرشح الرسمي بيستعين ب 12 خبير دولي لخلق 3 مليون وظيفه، وارقام كتير قالها. انا عايز اقول ان ايه، برضو هناك فرق بين برنامج الحكومه والبرنامج الرئاسي. يعني برنامج رئيس الجمهوريه لازم يبقى واضح فيه الانحياز. تمام، بيعبر عن مين؟ عن اهلا وحضرتك. برنامج رئيس الجمهوريه بيبقى فيه افكار خلاقه، مش مجرد برامج تنفيذيه للسياسات بتوضع. يعني عايز اقول برضو ان طبعا انا بحيي الدكتور عبد المنعم على يعني قناه السويس دي، والمشروع ده على فكره ده المشروع بتاع قطر الاول ولا حاجه ثانيه؟ عايزين برضو نتكلم، ان المهندس خالد الشاطر اتكلم على نفس الكلام. إن اعتقد المشروع ده اساسه قناه السويس، فعايز مشروع تنموي طبعا حوالين تنميه تنموي المنطقه. ناس كتير اتكلمت عليه، واول من طرحه المهندس ابو العلا ماضي، وقال هنوصلها ل 350 مليون، وقالوا عندي في البرنامج هنا مليار ومليار والحقيقه قال برنامج بتفاصيله المهندس ابو العلا ماضي شيء بديع. ده يبقى رائع جدا. انا بتكلم لكن على حاجه، انا ما اعرفش بقى ال 100 مليار بتاعت الدكتور ابو الفتوح او قطر ايه بقى حضرتك؟ قول لي الحكايه في كلام عشان ده لخبطه. يعني في بعض المرشحين سافروا قطر، سمعت؟ اي اي وتحاوروا معاهم في ان تتولى قطر اداره مشروع بنظام البي او تي لتنميه منطقه قناه السويس، منطقه بي او تي تاني اقليم قناه السويس لمده 99 سنه. يعني على كل حال طبعا اللي هي تاجير، يعني تاجير
تأجير قناة السويس يا جماعة. المنطقة المحيطة طبعاً. المحيطة بقناة السويس. ولو هنأجر قناة السويس مش ممكن لقطر يعني، واخد بال حضرتك؟ لا ما نأجرهاش، نأجرها ده ايه يعني؟ حممناها ومات فيها 120 ألف واحد وهم بيحفروها يعني مسألة. اللي أنا عايز أقوله تحديدا بدل ما نخش عشان الواحد ما يعني ينتظر إنه يرد على برامج المرشحين كتابات يعني. إحنا لابد أن نطرح هذا السؤال على المهندس طائرات الشاطر يرد علينا. اللي أنا شايفه قد يكون الكلام ده مالوش أي أساس. أنا شايفه لا يوجد موقع حقيقي للفقراء والمهمشين والمعدمين في برامج المرشحين. بعض المرشحين ليست لهم برامج معروفة ولا أي شيء، ولا بيتكلم غير عن إزاي إنه حيصل لكرسي الرئاسة، وكأنه جلوسه على كرسي الرئاسة هو اللي حيلهمه بالأفكار وال. ده في ناس بتتكرف على إنها بقت رؤساء. الحقيقة ان يعني دايما هي المفروض الاختيار بيكون على اساس برامج وعلى اساس انحيازات. لما نرجع نقول كلمة البي او تي بس عشان جمهورنا العزيز يفهم، انه في اساليب ادارة بتستأجر فيها بعض الدول او بعض المؤسسات او زي own operate and transfer. build own operate and transfer. اللي هو بيبنوا يعني مثلا زي ما حصل في العين السخنه، الحكومه عملت البنيه التحتيه، جت مواني دبي خدت حق الانتفاع بهذا الميناء لمده مثلا 30 سنه ولا 60 سنه مش عارفه، دفعت ثمن حق الانتفاع ده مقدما، وبتدير بقى المنطقة وتيجي السفن وتنزل الحاويات وتدير الميناء وتاخد الريع بتاع هذه العملية للشركة التي تدير، ثم تنتقل الملكية بعد ذلك إلى الحكومة المصرية. ده بعد بقى بعد المدة الزمنية على كل حال 99 سنة 60 سنة. أنا شايفة إن ده هيعلن عنه هل ده قرار رئاسي أم قرار برلماني؟ قرار في الآخر في حاجات بهذا الحجم بيبقى مش بس البرلمان ولا الرئيس، بيبقى اتجاه الرأي العام نفسه. يعني لازم العام. طبعا يا لازم إما يسمحوا بحق الانتفاع يا إما ما يسمحوش. إذا قلنا النهاردة قناة السويس المنطقة المحيطة بيها هتتباع ولا تتأجر لحق انتفاع لقطر، بكرة هيقول لك موزمبيق جاية تاخد اللي حوالين الهرم، لا ده هتبقى مصيبة. طبعا طبعا الاشياء دي لا يستطيع لا رئيس ولا حكومه ان يتصرف فيها. انما اللي انا بركز عليه دلوقتي قبل يعني انا بتكلم مش شايف الحقيقه في تصورات معينه غير اللي بتكلم عن زياده الحد الادنى للاجور. كويس، هتجيبها منين؟ ايوه. تاني حاجه الذين لا يعملون، الناس السريحه والبياعين والبتاع. أيوة. يقول لك انا هزود الحد الادنى او كلام عمومي ان هنعمل هرفع مستوى كذا وهرفع كذا، يعني برضو عايزين نسمع. ده مش مجرد برامج حكومه، عايزين نعرف. حضرتك قلت كلمه مهمه قوي، فكر خلاق. طبعا ايوه طبعا. عايزين فكر يليق بمصر، وعايزين شخصيات الحقيقه يعني هيبان من خلال البرامج ومن خلال زي ما كان البعض منهم ما عندوش فرق يعني عمل تقدر انها تعدله مشروع متكامل او كده، لان طبعا الظروف السياسيه اللي فاتت وان التجربه جديده على مصر هنشوف على الاقل من خلال المناظرات. انا عشان كده بقول المناظرات بتدي حاجتين، خلي الناس ما حدش يقدر يكذب على الناس كل الوقت، ما حدش خالص، ما حدش يقدر يخدع الرأي العام كله. ممكن يعني انه في مجموعة او حاجة، انما يعني الشارع المصري عنده مش عايز اقول قرون استشعار، عنده بوصلة تقدر يحدد منها، وهيسمع ويشوف اللي صادق واللي مستقيم من اللي بيبحث عن المنصب بس، اللي عنده برامج من اللي عنده عبارات انشائية وعنده يعني ده الحكم صدر ولا لسه؟ لا لسه. الحكم اخباره ايه يا فتحي؟ الحكم اخباره ايه؟ مفيش اي اخبار يا جماعه، ها احنا قاعدين على نار. هل المحكمه مستنيه كل ده لحد الناس ما تزهق وتروح وتقول حكمها؟ لا الناس مش هتزهق وتروح طبعا، اعتقد ولا مستنيين يجي لها تامين. لا هو الـ اليوم السابع قال شهاده وفاه والده ابو اسماعيل طوق النجاة الأخير، يمكن لسه مستنين يطلعوا شهادة الوفاة. هو في مكاتب فاتحة دلوقتي. المحكمة تتنحى عن دعوى إلغاء العفو عن الشاطر الاستعارة الحر، وسلطان يلتقي الشيخ حازم على انفراد لمدة ربع ساعة. هل ده علامة استفهام أخرى؟ قال له إيه؟ ما نعرفش قال له إيه، هو أنا عارف إنه التقى لمدة ربع ساعة. خبر صحيحة. نعم خبر صحيح خبر صحيح. في هذا التوقيت
استاذ نائب عصام سلطان وحزب الوسط، هل يكون بيتوسط في شيء؟ والله الواحد ما يقدرش يعرف بالظبط، انما حكايه شهاده الوفاه دي احنا اتكلمنا فيها، وشهاده الوفاه اظن موجود مستخرج رسمي على الاقل مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل علشان يعمل اعلام الوراثه، مش كده برضو؟ يا اما بعد وفاتها يعني عنده مستخرجات اكيد منها، يا اما المحكمه في يعني شهاده وفاه هتدل، هو شهاده وفاه ما لهاش دعوه بالجنسيه طبعا، انما ليها دعوه اذا كانت المحكمه هتقول ان في انقضاء دعوه جنائيه، وده يبقى حكم بصراحه هنسمع عليه تعليقات قانونيه. هو واضح ان في تردد دلوقتي في هذا الحكم لاسباب ما، اما اول هذه الاسباب يا اما المحكمه خايفه تنزل تخرج من المبنى، يا اما المحكمه يعني متوجسه من رد فعل، يا اما المحكمه قلقه، ما فيش، احنا مش عارفين ايه الاسباب. ده صحيح، وفي كل الاحوال المسؤول هو الذي لم يستطع ان يؤمن المحكمه كهيئه وكمبنى وكمكان له كل الاجلال والتقديس، ولازم يكون له هيبه من ان الناس واقفه على السلالم وواقفه بره وبتزعق وبتعمل وسد الطريق، ويعني ماذا سيحدث يوم الجمعه؟ الشعب يعود للتحرير، ده المنشط الاساسي في الحريه والعداله. الاخوان والقوى السياسيه وائتلافات الشباب في الميدان لحمايه الثوره. الشاطر صناديق سليمان السوداء لا تخيفنا، اظن وضح له قال له انه مش بقصدك بالصناديق السوداء، قال انه بيقصدك طبعا. ولن نسمح باعاقه التحول الديمقراطي. وزير الداخليه لا صحه لمحاوله اغتيال عمر سليمان، وخبير نائب المخلوع صاحب اعلانات الرئيس. معقوله اعلانات الرئيس الزرقاء دي اللي في الشوارع مش عارفين؟ انا معلوماتي حد بيقول انها هتطلع سمنه. لا انا معلوماتي علب سمنه، اسمها سمنه الرئيس. لا انا معلوماتي المتواضعه انها للفريق احمد شفيق. للفريق احمد شفيق، معلوماتي المتواضعه. انا عندي برضو معلوماتي اقل من المتواضعه انها برضو للفريق احمد شفيق. دي موجوده بدري، واظن مش معقول حاجه موجوده من قبل ترشح، من قبل ما كان انه يعني يعتذر ثم يعود في اعتذار. يا اما بقى في واحد مخه 100 100 يعني اجرها وكتب عليها الرئيس وقال اي رئيس هيجي هياجرها كده ولا كده. طب لو حصل ان مجلس الشعب طلع بكره القانون وخرج، اللي هيديهم لمين؟ أيوة. اذا كان هيشوف بقى هيمشي ويا جماعه يعني لا لا لا, لا انا يعني اظن انها تبع الدكتور. ماذا سيحدث؟